السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. تغطيتنا اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيرت وموقعها الرياض، معرض النسيم، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. يمكنكم زيارة الويبسايت الخاص بالصالة، الرابط موجود تحت بالوصف. متابعين الكرام، تغطيتنا اليوم عن هيونداي سوناتا 2020 فل كامل جميع المواصفات. بصراحة السيارة هذه روعة 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 بالمواصفات اللي موجودة فيها، لكن عيبها الخلل المصنعي اللي صار فيها. نتمنى نسمع خبر جديد أو خبر قريب إن تم حل المشكلة بشكل كامل. صراحة إلى الآن في كلام متناقض، إلى الآن ما وصلني أنا عبد الرحمن، ما وصلني علم هل تمت المشكلة أو لا. وصل خبر أن الوكالة صلحتها، ضبطت كل الأمور، الاستدعاء يضبط السيارة بالكامل، لكن يجيك بعض الأخوة يقولون غير صحيح، إلى الآن لم يتم حل المشكلة. فعموما متابعي الكرام، خلونا نتعرف على أهم المواصفات وأهم المميزات اللي موجودة بالسيارة، خاصة أن السيارة صارت صراحة بسعر جدا ممتاز. فاللي عاشق السوناتا وحابها يستخير ويتوكل على الله، حتى لو في مشكلة ظهرت له ضمانك 5 سنوات أو 100,000 كيلو، طبعا حسب الكلام أنه أصلا مدد الضمان. فعموما خلونا نتعرف على السيارة. يسعدني اخوان الكرام اشترككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم اضافتي على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، انستغرام، على تيك توك، جميعها متخصصة بالسيارات. زي ما نلاحظ الهيونداي سوناتا امامنا موديل 2020 فئة الفل كامل، محرك الام بي اي. طبعا السوناتا سيارة سيدان متوسط الحجم. أبرز المنافسين تويوتا كامري، هوندا أكورد، كيا كي 5، مازدا 6، نيسان ألتيما، شفرولي ماليبو، والسيارات اللي بالحجم هذا. طبعا السوناتا يجي منها عدة فئات ما شاء الله وعدة مواصفات بأسواقنا، لكن أعلى فئة هذه سعرها شامل الضريبة 122,475 ريال شامل الضريبة. وزي ما ذكرنا هذا محرك الام بي اي الحقن المتعدد 2.5 2500 سي سي، 4 سلندر، 180 حصان تقريبا، مع جير اوتوماتيك من 6 سرعات تبترونيك، ونظام دفع امامي. ننتقل الى المواصفات الخارجيه، وبصراحه سياره مليئه بالمواصفات. سقف بانورامي، وأمانة الناس اللي تحب المواصفات هنا بتغرق بالمواصفات اللي تقدمها هيونداي سوناتا. العدسات طبعا هذه الفئة الوحيدة تيجي فيها 4 عدسات أمامية، 1 2 3 4، نور عالي واطي LED، الإشارات أيضا LED، هذا الليد النهاري. لاحظوا كيف شكله من جاي. أيضا السيارة فيها عدد 4 حساسات أمامية، تطعيمات كروم على الصدام، طبعا زيك الشبك، وأيضا شفة الصدام تجي بالأسود اللماع. نروح الى جنوط السيارة، تيجي بمقاس 18 انش من نوع الكفرات بريلي 235-45، وزي ما ذكرنا مقاس الجنط 18. طبعا عندنا مرايات راكبة على باب السيارة مو على القزاز، فيها اشارات، تطعيمها برضو باللون الاسود اللماع تحت. وهذه السيارة من الخلف برضو الاضاءات الخلفية LED متصلة مع بعض، مع عدد 4 حساسات خلفية. طبعا الشنطة الخلفية أيضا ذكية، بس نفتح لكم الشنطة، بمجرد تقترب لها يكون معك المفتاح مضبط الوضعية عن طريق الشاشة، تفتح لك تلقائي لأنها شنطة ذكية. طبعا هذا سبيرا نفس الجنوط. طبعا الشنطة تقدر تفتح عن طريق المفتاح أو عن طريق النظام الذكي، أو أيضا تضغط الزر الموجود هنا أو الزر الموجود داخل السيارة. ننتقل إلى صرفية الوقود، وكل لتر بنزين يمشينا 14.9 كيلو، تقييم ممتاز، نوع البنزين 91. والآن ننتقل إلى عالم أو بحر المواصفات الداخلية، وأول شيء نتكلم عن الدخول الذكي والتشغيل الذكي. مفاتيح ذكية، فيها خاصية التشغيل عن بعد، عندنا إغلاق السنترلوك، فتح السنترلوك، وفتح الشنطة، هذه مفاتيح السيارة الذكية. بمجرد حابين ندخل السيارة سواء عن باب السائق أو الراكب، فقط نضغط الزر اللي موجود عليها ويفتح لنا السنتر لوك. زي ما ذكرنا طبعا هذه فئة الفل كامل، فمو غريب نلاقي المقاعد جلد لون جملي ما شاء الله.
طبعا السيارة طبلونها شاشة، عداداتها حد شاشة، كل شيء شاشة فيها. هذه من خلف، نلاحظ وجود ستائر خلفية، دكاية بالخلف، ستارة خلفية. صراحة فتحت تكييف خلفية ومنفذ طاقة. أمانة هذه السيارة كمواصفات لا تقل عن السيارات الفاخرة اللي هي هيونداي سوناتا فئة الفل كامل. طبعا كرسي السائق كهربائي وكرسي الراكب كهربائي كلهم، ذاكرة تخزين لكرسي السائق. صراحة من العيوب اللي موجودة فيها ان الدركسون ما هو كهربائي. بسم الله. هذه السيارة، بس خلينا نشوف الدركسون. هو طبعا حركة الاسكوبية، حركة الاسكوبية يدوية، يعني ينزل يقطع تقدر تقدمه وترجعه، فهذه حركة جميلة. طيب هذه السيارة من الداخل، وزي ما ذكرنا عدادها شاشة. أيضا في خاصية الكاميرا، فتح الكاميرا عند الإشارات يمين ويسار. طبعا هذه شاشة السيارة نافيجيشن مع 4 كاميرات محيطية 360 درجة. السيارة أيضا فيها إنارات بانورامية زي ما تلاحظون. تكلمنا المقاعد جلد، طبعا ذاكرة تخزين كرسي السائق، كرسي السائق والراكب كلهم كهربائيات. عندنا الزجاج كهربائي، المراية كهربائية فيها خاصية الطي، ونلاحظ وجود النقطة العمية. ما شاء الله السيارة مليئة بالمواصفات زي ما ذكرنا. تحكم في مستوى الإنارة الخارجية، تحكم في مستوى الإضاءة الداخلية. عندنا هنا تحديد المسار، طبعا فيها قيادة شبه ذاتية الظاهر، اللي نقدر نقول عنها شبه ذاتية ولا لا، اللي هي ترجعك إذا طلعت من المسار ترجعك عليه. فتح الشنطة الخلفية تراكشن وجرانت كهربائي، يعني ما شاء الله معبي الازرار بس مكان واحد ما فيه، اعتقد هذا حق تسخين الدركسون. عموما الجرانت هنا كهربائي، وعندنا هنا نظام الاوتو هولد اللي موجود طبعا للجرانت. دركسون السياره مكس بالجلد، طبعا جير اف 1 خلف المقود، اوامر صوتيه، تحكم نظام الصوتي بلوتوث، مثبت سرعه ذكي. طبعا عندنا هنا اعداد الرحلات، مستوى صرفية الوقود الى اخره، من المعلومات المهمة بالنسبة للسائق. ولا ننسى هنا طبعا هذا الزر حق القيادة زي ما ذكر الشبه ذاتية اللي موجودة بالسيارة. عندنا ايضا نظام بروجيكتر. طبعا تكلمنا ان هنا شاشة بالكامل وفيها الكاميرات. طبعا هذه شاشة الملاحة، وايضا سيارة فيها نظام صوتي بوز، طبعا يعتبر نظام صوتي فاخر لأنه ما يجي إلا فئة الفل كامل، فئة اللي هي أمامكم. كاميرات محيطية 360 درجة زي ما تلاحظون، هذه هي، حتى تقدر تحط كثير من أشكال الكاميرا. فصراحة سبحان الله الكاميرات اللي جاية شد بلد معروفة واضحة، شوف النقاوة ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب بالنسبة للسيارة، طبعا فيها منفذ USB، نظام صوتي، لا ننسى البلوتوث، طبعا اكيد راديو، ويعني وش تبي بعد انت. فيها كثير من الخصائص المهمة بالنسبة للسائق. وصرح القائمة، لا هذا حق قائمة النافيجيشن، احنا نبي المنيو. طبعا هذه اندرويد اوتو فيها، وابل كار بلاي، ترى ما شاء الله تبارك الرحمن مميزه، حتى بوصله القبله موجود فيها. فامانه شاشه جينيسيس، يعني انت امانه قاعد تاخذ مواصفات جينيسيس بشعار هيونداي مع نقص بعض المواصفات زي ما قلنا دركسون يدوي. طيب نروح الى المكيف. مكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب، مع خاصيه تبريد وتسخين المقاعد الاماميه. لاحظوا كيف الشاشات اللي موجوده حول الفرارات علشان مقياس درجة، أو عفوا درجة حرارة المكيف. هذا هو زر التشغيل الذكي. طبعا أيضا مساحات السيارة فيها وضعية أوتو على حسب غزارة المطر تشتغل المساحات. شاحن لاسلكي للجوال. منفذ طاقة عندنا هنا، وهنا منفذ طاقة USB، هنا 12 فولت. الجير أوتوماتيك زي ما تلاحظون، أزرار اللمس والإف 1 خلف المقود التوبترونيك. يعني عندنا نطفي الحساسات ونشغل عن طريق هذا الزر. نشغل الكاميرا واحنا ماشيين، مثلا حاطها الحين وضعية D، اقدر اشغلها مثلا، خلاص ماشي في امان الله على سرعة اقدر اشغلها، ما عندي اي مشكلة. الكاميرات المحيطية، واختصار جميل وحلو. وقف السيارة. طبعا الحساسات نطفي، نشغل نطفي عن طريق هذا الزر. انظمة القيادة هنا سمارت كاستوم
سبورت كومفورت وايكو. وهذا زر الاوتو هولد حامد اكواب عدد 2 تكاب الوسط مع مساحة تخزين سنتر لوك في باب الراكب ومراية تعتيم داخلية وأنوار سقف LED أمامية وأيضا خلفية. نفتح لكم سقف البانورامي تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن.